مرحبا. أول ما يفكر به الزبون من يروح على مطعم، مجمع تجاري، مشروع ترفيهي، هو وين راح يخلي السيارة مالته. لهذا كثير من الأحيان يتحدد اختيارنا للمكان على أساس وجود مكان لوقوف السيارات أم لا. لهذا أدعو أصحاب المشاريع التجارية، بالخاص المشاريع المتوسطة والكبرى، أنه يخلي بالحسبان هذه المسألة. يعني أنا ما ممكن أستغل كل المساحة بالبناء وما أترك مسافة أو مساحة لوقوف السيارات. نحاول نلقي حلول أخرى، ممكن السرداب نخصصه كساحة لوقوف السيارات، نستأجر أرض أخرى كساحة لوقوف وما إلى ذلك. فهم الله.